يعني نحن وصلنا إلى مرحلة من المراحل، لأن هذه القلة تسلطت على الجميع، أصبح الناس يخشون، أصبح الناس لا يستطيعون أن يتحدثون أمامه، أصبح الناس لا يستطيعون أو لا يتشجعون بأن ينكروا عليهم هذا الفعل الذي يفعلونه. وأنا أتحدث عن التطرف من الناحيتين وليس من ناحية واحدة، يعني تسيدوا الموقف، تسيدوه فكريا، تسيدوه إعلاميا، تسيدوه في المساجد، وتسيدوه في الجمعيات من الناحيتين، التطرف اليميني والتطرف اليساري. هناك تطرف ديني وهناك تطرف لا ديني، وكلاهما يشجع الآخر على الوجود. ترى هؤلاء الخوارج، خوارج العصر، سمهم ما شئت، سمهم خوارج، سمهم إخوان، سمهم قاعدة، سمهم كذا، دواعش، سمهم كذا، ترهم هم والغربيين والليبراليين سواء، وجهي عملة واحدة، لأنهم يلتقون على إخراج الناس من الدين الحق، وتزهيد الناس في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتهويم من مذهب السلف الصالح، والانتقاص من قدر علماء السنة، والخروج على الولاية، وطلب الدنيا، فإن يعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذا اللي يتقون عليه، لكن يختلفون في الطريقة، في الأولوية، في الأهم عند هذا والأهم عند ذاك، ولا الأمور متفقون عليها. فإن جاءت الفتنة حملوا راية الجهاد فيما يزعمون، وإن جاء القصاص منهم وإيقافهم عند حدهم قالوا الفتنة الفتنة، الصمت الصمت، اصمتوا هكذا. لا تغترون بهؤلاء، كشفهم الله على رؤوس الأشهاد.